السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو يسلام هيت وندموش اندامن قوياتشو بيت سبوچاتشو يموتو باتشو ين حديث لب بلاتشو عدامتو ينديهم شير عدرغو لابوزو سوش تمرت انديهم مالتو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل بقي من بر يا بوايا شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، إنفاز أحدهما وصلاة عليهما واستغفار لهما وإكرام صديقتهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما. النبي صلى الله عليه وسلم صحابة وجه بيت سبوچاچون كمن كباكباچو يتنسى كموتون بوحالا انكبكابيو ليقورطو يفلقون لينكباكباچو يفلقالو ولا النبي صلى الله أنيا بهيوت يالو مرستناچوال بيت سبوچاچن سبحان الله الله يهونن ولا النبي صلى الله عليه وسلم عند صحابي متنا انت يا الله ملكتني هوي بيت سبوچي كموتو بوحالا لك اهون اندمنكباكباچو كموتون بوحالا منكباكب አልችልሙይ ወይስ كموتو بوحالا سراچون ተቋርጧል ሊደርስላቸው ነገር የለም ሲል በጠየቀ ጊዜ قال نعم او منكباكب ትችላለህ ኢንፋዙ احدهما قال ነበራቸው ወይም ደሞ ጀምሮት ሄዱ ስራ ነበር ወይም ወሲያ ነበር ወይም ሀጃ ነበራቸው ያን ተፈጽምላቸው አለ ይደርሳቸዋል አለ ይሄ ሐቃቸው ነው ወሰላቱ عليهما واستغفار لهما ለነሱ ዱዓ ታደርግላቸው አለ ለተቀን ይሄ ሐቃቸው ነው ወኢቅራሙ صديقتهما ወድኞቻቸውን ታከብርላቸው አለ ይሄን ሐቃቸው ነው ይሄድላቸዋል አለ ወሲለቱ الرحم التي لا تصل به الا بهما سورة الرحم ይሄት በነሱ በሞቱ ጊዜ በመሞታቸው ምክንያት የተቋረጠ سورة الرحم ነበር ይሄት ያን ተከትላለ ይሄ ሐቃቸው ነው ይደርሳቸዋል ብሏል ልብ ብላቸው አዳምጡኝ በሌላ ቦታ ደግሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ فاذا مات بنو عدم انقطع عمله الا من ثلاثه ብሏል የአደም ልጅ በሞተ ጊዜ ስራው ሁሉ ይቋረጣል ከሶስት ነገሮች ውጪ አልአውሉ ሰደቀቱ ጃሪያ አወለዱ ሳሊህ አልዒልሙ ينتفعو به የአደም ልጅ ከሞተ በኋላ ስራው ይቋረጣል ከሶስት ነገሮች ውጪ አንደኛ ሰደቀቱ ጃሪያ ነው ዘውታሪነት ያለው ሰደቃ ሰርቶ ሄዶ ሊሆን ይችላል ይደርስለታል ኢላ ዮሚል ቂያማ በቆየ ቁጥር አወለዱ ሳሊህ መልካም ልጅ ሊኖረው ይችላል ያ ልጅ ዱዓ ባደረገለት ቁጥር ይደርሳል ሶስተኛ ደግሞ አልዒልሙ ينتفعو به መልካም ተምህርት አስተላልፎ ሄዶ ሊሆን ይችላል ያ ተምህርት ሰዎች ባደመጡትና በተጠቀሙበት ቁጥር ይሄድለታል ብለዋል ሊወጅህ ኢላሂ ተባረከ ወተዓላ ከሆነ ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብሎ የሰራው ከሆነ ያን ተምህርት ማለት ነው بليلا بوتا والصلاة عليهما يميلو حديث وعند ترمزي في صحيح الجامع يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا ترفع درجة في الجنة فجأة فيقول لما رفعت درجتي يا رب ما عندي من عمل يقول سبحانه وتعالى في دعاء ولدك صالح لك من بعد موتك عند سوية جنة وسط أجرون الله سبحانه وتعالى كفيا رجل تعالى رضي الله ملكتين صلى الله عليه وسلم سبحان الله እንዴ አንተ አላህ ሆይ እኔ እኮ አጅር የለኝም ይሄ ከየት የመጣልኝ ነገር ነው ብሎ በጠየቀ ሰዓት አላህ ለዚህ ሰው አንተ ከሞት በኋላ ላንተ ዱዓ የሚያደርግ ሳሊህ ልጅ ነበር የሱ ዱዓ ነው ለዚህ ያበቃ ይሏል አሉ ስለዚህ ለቤት ሰዎቻችን ሰደቃ በማድረግ ዱዓ በማድረግ እንበራታ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱ ሰውን በዱንያ